وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب أداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس، قال: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعًا ومحتبيًا. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب من أجل بيان جواز بعض الجلسات التي يجلسها الناس، والقاعدة في هذا أن جميع الجلسات التي يجلسها الناس أنها مباحة إلا ما ورد الشرع في النهي عنها، فما ورد في الشرع أن هذه الجلسة منهي عنها فإن هذه تترك، وأما بقية الجلسات الأصل فيها الإباحة، والأصل أنها مشروعة. وذكر هذه المسائل وهي الاستلقاء على القفا ووضع أحد الرجلين على الأخرى، وكذلك التربع والاحتباء، لأنها وردت فيها النصوص خصوصا، وردت فيها النصوص خصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، وما لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه محذور شرعي فإن الأصل فيه الجواز، فإن الأصل فيه الجواز. قال: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. وهذا كما ذكرنا جواز الاضطجاع في المسجد والاستلقاء في المسجد، وخاصة لمن كان يريد أن يعني يرتاح قليلاً ونحو هذا فإنه لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلقي في المسجد كما دل عليه هذا الحديث. رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، رآه مستلقياً في المسجد واضعاً رجله يعني على الأخرى، واضعاً رجله على الأخرى. وهذا الحديث جاء حديث آخر يدل على المنع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه نهى الرجل أن يستلقي على قفاه وأن يجعل رجله على الأخرى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مستلقٍ على ظهره وواضعًا رجله على الأخرى، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ العلماء رحمه الله تعالى جمعوا بين هذين الحديثين، فمنهم من قال هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله، هذا الحديث ناسخ للحديث الذي بعده للذي قبله، وسلك هذا كثير بعض أهل العلم ووضعوا ذلك في الترجمة، يعني يضعون الحديث الأول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استلقاء على الظهر مع وضع الرجل على الأخرى، ثم يضعون هذا الحديث دلالة على النسخ، دلالة على النسخ. والقول الثاني وهو الجمع وهو الأقرب أنه يقال لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الحديثين، وبالإمكان أن نجمع بين الحديثين، فنقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استلقاء على الظهر ووضع الرجل على الأخرى منهي عنه إذا كان هناك انكشاف للعورة، إذا كان هناك انكشاف للعورة، وهذا قد يحدث لمن لم يكن عليه لباس داخلي مثلا، فإنه يخشى عليه من انكشاف عورته في هذه الحالة. وأيضا يقال إذا كان هذا يعني مظنة الانكشاف عند الناس، مظنة الانكشاف عند الناس، أما إذا لم يكن هناك يعني ناس يخشى أنهم ينظرون إلى عورته فلا بأس. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فعله أنه استلقى على ظهره ووضع رجله على الأخرى فيقول هذا يحمل على إذا لم يخف أن تنكشف العورة، فهذا هو الجمع بين الحديثين والله أعلم، أنه ينهى عنه إذا خيف انكشاف العورة، وأنه لا ينهى عنه إذا لم يخف أن تنكشف عورته، فهذا هو الجمع بين الحديثين بين النهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم، ولو أن المصنف رحمه الله ذكر حديث مسلم لكان أولى، ولكنه يعني ذكر هذا الحديث بلفظ أبي داود لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تربع في مجلسه من أجل أن يستدل لهذا الباب أن النبي كان يجلس متربعا، أن النبي كان يجلس متربعا. فهذا الحديث فيه أولا
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، وفي رواية مسلم حتى تطلع الشمس حسنا، يعني حتى تظهر الشمس وتبين للناس. فأصل القعود في المسجد بعد صلاة الفجر مستحب، بل هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث. جلوس النبي بعد صلاة الفجر سنة مستحبة، ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الفضل الوارد الذي جاء في الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة كعمرة وحجة تامة تامة. هذا الفضل هذا الذي فيه اختلاف بين أهل العلم. أما أصل الجلوس فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. أما الفضل الذي ورد بأن تجلس حتى ترتفع الشمس وتصلي ركعتين ولك أجر حجة وعمرة تامة تامة، هذا من أهل العلم من ضعف الحديث، ومنهم من حسنه بمجموع طرقه. ولكن على كل حال، حتى من يضعف هذا الحديث ويرى أن هذا الحديث يعني ضعيف، لا يقول لا تجلس حتى ترتفع الشمس وتصلي ركعتين، لأن هاتين الركعتين ما هما؟ هما ركعتا الضحى. بعض الناس يسميها يعني ركعة الإشراق وركعة الإشراق، ولكن ليس هناك سنة اسمها ركعة الإشراق، وإنما هذه هي سنة الضحى، سنة الضحى. فإذا جلس المصلي في مصلاه وجلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس وقام وصلى ركعتين فهذا لا بأس به. فإن وافق الفضل فهذا إن شاء الله أجر عظيم، وإن لم يوافق الفضل لو قلنا الحديث ضعيف فإنه يكفي أنه استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يجلس حتى تطلع الشمس، يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس. وهذا الفضل لو صح الحديث في أنه له حجر أجر حجة وعمرة تامة مقيد بقيود، مقيد بقيود ومشروط بشروط، وهي أولاً أن يصلي الفجر في جماعة، يصلي الفجر في جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة فلا بد من جماعة. الثاني أن يجلس في مصلى، وهل المراد بمصلى المصلى الذي صلى فيه، المكان الذي صلى فيه بالخصوص، أم المراد المسجد؟ بعض العلم يقول المراد المصلى مكانه الذي هو فيه، يعني ما يتغير عن مكانه. وقال بعض العلم هو الأقرب أن المراد بالمصلى المكان الذي صلى فيه بمعنى المسجد كاملا، المهم أنه لا يخرج عن المسجد. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يجلس يذكر الله، يعني لا يجلس يسولف أو يتكلم في أمور الدنيا، وإنما يجلس في المسجد يذكر الله، إما أن يسبح يهلل يقول أذكار الصباح يقرأ القرآن يستمع لدرس، المهم يكون هو في ذكر الله عز وجل. والشرط الرابع أن يجلس حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، هذا الخامس، تكون له أجر حجة وعمرة تامة تامة. هذا على من حسن هذا الحديث. وهل هذا الفضل يشمل من صلى في بيته؟ نقول لا يشمل من صلى في بيته، لأن الحديث مخصوص بصلاة الجماعة. وهل يشمل المرأة؟ بعض العلم قال يشمل المرأة، ولكن الذي يظهر أن هذا خاص بمن صلى في المسجد، بمن صلى في المسجد جماعة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا، محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، وهو القرفصاء. والمراد بالقرفصاء هي جلسة الاحتباء. ما هي جلسة الاحتباء؟ أن يجلس على مقعدته ويثني فخذيه وينصبهما مع ساقيه ويضع يدي عليهم، هذا جلسة الاحتباء. جلسة الاحتباء هكذا، أن يجلس هكذا، هذه هي جلسة الاحتباء، وهي منهي عنها في صلاة في يوم الجمعة، منهي عنها في يوم الجمعة كما صح الحديث. أما في غير يوم الجمعة في المسجد فإنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس القرفصاء جلسة الاحتباء، فهذه جلسة جائزة، ولكن في يوم الجمعة ورد النهي فيها، وذلك لأنها مظنة خروج الريح، مظنة خروج الريح ونقض الوضوء، فلذلك نهي عنها نهي كراهة. قال: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، وهي الاحتباء التي ذكرناها، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
المتخشعة في الجلسة أو في الجلسة أرعدت من الفرق أو أرعدت من يعني أرعدت من الخوف. يعني لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا في جلسته هابها منظر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد لهذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا جلسة القرفصاء وهي الاحتباء. آخر حديث في هذا الباب حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. كما مر علينا قبل قليل في قاعدة أن كل الجلسات مباح إلا ما ورد في الشرع أن هذه الجلسة منهي عنها، كمثلا جلسة الاحتباء في يوم الجمعة، وكهذه الجلسة جلسة المغضوب عليهم، وهذه الجلسة كما وصفها الصحابي رضي الله عنه أنه وضع يده خلف ظهره، وضع يده خلف ظهره يعني اليد هذه الية اليد جعل خلف ظهره واتكأ عليها هكذا، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أتجلس جلسة المغضوب عليهم؟ فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجلسة. أما لو جلس على يديه أو جلس على اليمين فقط فلا يقال أنها منهي عنه، المنهي عن فقط هذه الصفة الواردة في هذا الحديث أن يجلس على يعني يتكئ على يده اليسار واضعا اليت يد على الأرض، هذه المنهي عنها. أما لو وضع اليدين أو وضع اليد اليمنى فإن هذه الجلسة لا ينهى عنها. فهذا آخر ما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.